هلا بنشوف عناصره بس السر سر الطريقه اليمنى اذا ما كان دخول العناصر الوعائيه والقصبيه. هلا عندي هون سر الرئه نشيل هي عشان نشوف. اذا سر الرئه اليسرى كمان مكان دخول العناصر القصبيه والوعائيه سر الرئه اليسرى. هلا بدنا نشوف شو هي العناصر اللي عم تدخل الرئه اليمنى والرئه اليسرى. عندي اول شيء القصبه الرئيسيه اليمنى القصبه الرئيسيه اليسرى. اذا انا طبعا القصبه الرئيسيه اليمنى عم تعطيني قصبه الفص العلوي والمتوسط والسفلي، بينما قصبه الرئيسيه اليسرى عم تعطيني قصبه الفص العلوي وقصبه الفص السفلي. طبعا ما في انا اعرف انه هي الفتحه خاصه بالقصبه الرئيسيه اليمنى. ليش؟ لانه ما في عندي شيء اشتري، بس تعرفون انتم هون بكفي لانه هي حدود الرئه. مشان نرجع اللي حكيناه معلومات النظريه، اذا اخذتها بشكل اساسي لهون حدود الرئه. لاحظوا معي اذا لهون حدود الرئه كيف عم تدخل قصبه الفص العلوي لحالها، بعدين عم تدخل تتمه قصبه الفص قصبه الرئيسيه اليمنى، بينما هي حدود الرئه لهون عم تدخل بشكل مباشره القصبه الرئيسيه اليسرى، بعدين ضمن نسيج الرئه عم تتفرع. اذا ما له ذات اهميه هذا الموضوع بالناحيه العمليه بس، ولكن تعرفوا انه قصبه الفص العلوي المتوسط السفلي قصبه الفص العلوي وقصبه الفص السفلي. طبعا من هون قصبه رئيسيه يمنى، من هون قصبه رئيسيه يسرى. هلا عندي هون الاوعيه الزرق هن الشرايين. اذا الزرق اللي من هون من هون شريان رئوي ايسر شريان رئوي ايمن. اذا هذا ازرق وهذا ازرق، شريان رئوي ايسر شريان رئوي ايمن. كلكم شايفين هون شريان رئوي ايسر شريان رئوي ايمن. في عندي اثنين حمر واكثر من اثنين حمر، مشان انتم ما تخلطوا بحالكم، فقط اعتمدوا على اثنين حمر. اثنين حمر دائما علوي وسفلي علوي وسفلي. العلوي هو الوريد الرئوي من هون الايسر العلوي، الوريد الرئوي الايسر السفلي، بيجي هون الوريد الرئوي الايمن العلوي والوريد الرئوي الايمن السفلي. طبعا لانه العناصر الثانيه هي عناصر قصبيه، بس هلا بتكون بشكل معاكس مشان ما تدخل. اذا انا ما عم بشرحها مشان ما تكون مخبطه حالكم، هلا هذا راح يكون الشريان القصبي وهذا الوريد القصبي، شريان قصبي ووريد قصبي. هلا اذا شفناهم كيف عم يتفرق، طبعا لاحظوا معي القلب هي الشريان عم يطلع من البطين الايمن. شو ايه شريان الرئوي شو عم يقسم الشريان الرئوي الى شريان رئوي ايسر شريان رئوي. طيب هي ليكوا تماما، هي الشريان الرئوي الايسر وهي الشريان الرئوي الايمن دخلوا على الرئه فورا. تماما هي الشريان الرئوي اعطاني الشريان الرئوي ايسر راحت على الرئه، وشريان رئوي ايمن راح على الرئه. واضحين تماما هي؟ طيب الاورده ان الاذين اليمنى عم بعود اليها اربع اورده، كل اثنين من الرئه اليسرى اثنين من الرئه اليمنى اثنين. تماما هذول اللي حكيت عليهم، لاحظوا معي هذول كيف عم بيعودوا. تمام ايوه. وهون لاحظوا معي هذا وفي واحد تحت الاسفل منه، واضحين؟ يلا ما في شيء غيره، تفضل. طبعا عندي هون بس اذا الشغله عندي الوريد الاجوف العلوي، الوريد الاجوف العلوي عم يتشكل حكيت انا عليها مره هي من جزء وريد وريد راسي ايسر ايمن وجزء وريد راسي ايسر. طبعا وريديين كل واحد منهم من جزء الوريد الراسي الايمن والايسر عم يتشكل من وريد وداجي باطن ومن وريد تحت ترقوة، وبالتالي وريد وداجي باطن ايمن وريد وداجي باطن ايسر وريد تحت ترقوة ايمن وريد تحت ترقوة ايسر. عفوا بالعكس بالعكس ايه ما قلت لنا راح نرجع هاي ولا خلاص لوين؟ لا ناخذ يلا.